ثم قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذا فيه من أعظم فضائل أبي بكر الصديق، لو أراد أن يتخذ أحد من أمته صلى الله عليه وسلم خليلا اتخذ من؟ أبا بكر. كما في هذا ماذا؟ إشارة إلى حقيته بالخلافة، إلى حقيته بالخلافة. فلو أراد أن يتخذ أحد من أمتي خليلا صلى الله عليه وسلم لاتخذ أبا بكر، ولذلك الصحابة أجمعوا على أفضليته، ما خالف في ذاك أحد. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم في إشارات عديدة واضحة جدا أن الخلافة أحق ما يكون بها من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. حتى سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قيل: هو من الرجال؟ قال: أبوها. قيل: ثم من؟ قال: عمر، حديث صحيح البخاري. وأرسله أميرا في الحج، لأن عام الفتح كان العام الثامن، ثم حج أبو بكر الصديق في المسلمين في العام التاسع، أمره النبي عليه الصلاة والسلام، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر، ثم بعد رجع من الحج في ربيع الثاني توفي صلى الله عليه وسلم. وهكذا قدمه ماذا يا إخوان؟ إماما يصلي في المسلمين في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لما ثقله صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه إشارات واضحة إلى أن حق الناس بخلافة رسول الله هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ومن هذه الإشارات قوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا.